السلام عليكم، أنا سارة. اليوم بدي أحكي لكم زي ما عودتكم أني أفرجيكم مجموعة القصص اللي عندي. بما أنه الدنيا عطلة، حبيت ماما وبابا يجيبوا لي مجموعة قصص تانية مشان أقرأها. مشان مجموعة القصص اللي كانت عندي قرأتها وخلصتها، وبدي إياكم أنتوا كمان تجيبوا قصص وتقرأوها زيي، لأنه القصص كتير حلوة وفي بالسوق كتير أنواع قصص حلوة ومجلات. يلا نشوف المكتبة اللي عندي. وهي مكتبتي الصغيرة. هسه بدي أفرجيكم مجموعة القصص هدول الصغار، تقريبا اشتريناهم أنا وماريا من قبل سنة في مثلا يوم في المزرعة حفلة السن الأولى. وفي كمان، خلينا ننتقل للتاني، في مثلا كتاب العلوم، هذا بحكي لنا عن الاشياء العلميه. هسه انا وياكم نشوفها مع بعض. هذا كتاب تفاعلي، هسه كل صفحه بتحكي عن اشي، خلينا نشوفه. هسه هون في صفحات بتقلب، بعلمونا الاشياء الثانيه اللي تكون جوا الصفحات. هنا مثلا بحكي عن المواد، في هدول البناء، الصفحة الثانية هنا المغناطيس، مثلا هنا المية كيف كانت مية، وفي جليد لما نحطه بالفريزر بتصير جليد، وواحدة بتبني بالثلج. هون بحكي عن النبات والشجر، هون بكون في مراحل نمو البذرة، هون مثلا الزهرة كيف النحلة بتاخد منها اللقاح. هاي الصفحة بتحكي عن أجزاء الشجرة، هون مثلا هون الجذور، بحكي لك هون عن الجذور، وهون الأوراق. هنا هذول الصفحتين بيحكوا عن الإنسان، عن الرياضة وعن القوة واللعب. هسا أجزاء جسم الإنسان، هنا الدماغ، هنا المعدة، هنا أجهزة الداخلية للإنسان، هنا الأجزاء الهيكل العظمي. هنا بحكي لنا عن الضوء والصوت، هنا القوة والجاذبية، وهاي أكتر صفحة بحبها، هاي عم تحكي عن الفضاء، كتير كتير كنت أقرأها وأحب أقرأها. هسا هنا هاي الأرض، هنا بعديها هون الكواكب، هاي الشمس وعطارد. هسه خلينا نشوف شو في قصص تانية. هون أنا عندي كمان قصص بالرف الثالث، الحديقة الغناء، نلعب معا. في هذول شربة ماء، من الفائز، هون كمان عندي قصص هنا حكايات عالمية، هون بتحكي مثلا زي قصة عقلة الأصبع، هاي قصص وحكايات قبل النوم. مثلا هنا شوفي كمان قصص الأنبياء، عمر بن الخطاب. هنا من القصص الكبيرة عندي،
هدول القصص أكتر إشي ماريا بتكره فيهم. مثلاً الفنان سلمى والبرتقالة، العب معي، وغامرة البطاطا الثلاثة، نوماً هنيئاً يا أمي. هسه كمان بدي افرجيكم كمان شوية مجلات، يلا نروح نشوفهم. هسه في عنا هدول المجلات، مثل مجلة فارس ومجلة وسام، وفي هون هاي موسوعة بتحكي عن الحيوانات. خلينا نشوف مجلة فارس مع بعض. شوفوا هون في قصص مصورة حلوة كتير، وقصص إلها عبرة كمان. وهيك بنكون خلصنا، إن شاء الله تكون عجبتكم القصص اللي عندي، وإنتوا كمان احكوا لي شو في قصص عجبتكم عشان نقرأها مع بعض. يلا سلام.